يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، مسي عليكم اكيد بالخير، ونقول لكم اكيد هلا وسهلا فيكم في حلقه جديده ومتنوعه من برنامجكم برنامج سيدتي. كالعاده نبداها بابرز العناوين. دلال الحربي تتحدث عن ترشحها لقائمه جائزه الشيخ زايد للكتاب. عيونك تكفي حمله تفاعليه تطلقها وزاره الصحه. جمعية إشراق تدشن دليلاً لتشخيص وعلاج اضطراب فرط الحركة. رانيا عيد تتحدث لسيدتي عن تسلمها ميدالية الشرف الفخرية بجامعة فلوريدا. تواصل هذه الفقرات وغيرها مشاهدينا في حلقتنا لليوم من سيدتي. لا تنسون تتفاعلون معنا من خلال هاشتاغ البرنامج برنامج سيدتي. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بزميلاتي. اهلا وسهلا يا اودي وبالمشاهدين وطبعا بمها، وعندنا اخبار كثيره اليوم راح نتكلم عنها واكيد مواضيعنا اكثر، ولكن بعد ما نسمع اخبارك يا مها. نبدا بالاخبار كالعاده اكيد، وامسي عليكم زميلاتي ونبدا باول خبر لليوم. اكد نائب وزير التعليم للجامعات والابحاث والابتكار الدكتور محمد السديري ان التعليم عن بعد لم يعد تعليم طوارئ او مرتبط بجائحه كورونا، انما هو خيار استراتيجي لا يمكن لنا التخلي عنه مستقبلا، واوضح ان المملكه قدمت نموذجا عالميا في التعليم عن بعد ووضعت سلامه الانسان فوق كل اعتبار. أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن آلية تسجيل المواليد إلكترونياً، وذلك عبر خدمة تسجيل المواليد على منصة أبشر دون الحاجة لزيارة المقرات. منصة أبشر تقدم لك خدمة تسجيل المواليد. ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك المولود الجديد ويتربى بعزكم. لسلامتك وسلامة من تحب بإمكانك تسجيل المولود الجديد إلكترونيا عبر خدمة تسجيل المواليد في منصة أبشر، وطلب إصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا، وذلك باتباعك الخطوات التالية: تسجيل دخولك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي، اختيار خدمات من تبويب خدماتي، خدمة الأحوال المدنية، خدمة تسجيل المواليد. قررت هاوية صيد للصقور عذاري الخالدي المشاركة في هذا العام في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة بطيرها الجيري، بعد أن حولت حلمها وهوايتها إلى حقيقة وواقع على أرض الواقع أكيد في المهرجان. أول شيء بدايتي كانت بحب وشغف بالطيور، فمن زمان كنت أحب الهواية هذه، قررت أني أشارك، والعام شاركت طيري اتبع وما حالفني الحظ، والسنة هذه طير الجير العنيد. والله الوضع هو وضع حماسي، ثاني شيء ولا قوة، وأكيد مو أي يعني صقارة يعني يوقف هذا المكان هذا إلا إنسان متقن الشيء هذا. طموحي في هذا المجال إنه يكون في شيء خاص بالنساء، يا معارض أو سباقات، عشان نشجعهم على هذه الهواية. صرح الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني أنه من المتوقع أن يشهد منتصف الأسبوع المقبل موجة باردة قد تصل معها درجات الحرارة
إلى الصفر المئوي طبعا، ونصح بتجهيز أجهزة التدفئة للانخفاض الكبير المتوقع في درجات الحرارة. قدمت مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة 85 ألف خدمة ل 34 ألف مستفيد سنويا. وأوضحت وزارة العدل أن المبادرة وفرت مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة أو مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة. في حادثة غريبة في مصر، رجل مصري لم يجد طريقة للتصالح مع زوجته إلا بتعليق لوحة في الشارع يدعوها للعودة للمنزل بعد خصامهم. صراحة مرة كيوت. وإلى تويتر، معالي المستشار تركي آل الشيخ يزور اليوم مقر هيئة الترفيه ويغرد رسالة لكل سعودي وسعودية ومقيم في هذا البلد الطاهر، والأفضلية للسعوديين. أنا أبغى يا فيصل أنكم تفتحون فرصة لكل سعودي وسعودية ومقيم، الأولوية للسعودي والسعودية وبرضه المقيم في البلد، يرسل مقطع مدته 3 دقائق يشرح فكرة ترفيهية هو قادر على تنفيذها وتفيدنا، ما يرسل لنا خرابيط تضيع وقتنا. وتفرزون أهم الفرص وأهم 20 مبادرة في هذه إحنا بنتبناها شخصيا كعيادة في جميع مناطق المملكة. أنا أبغى تيجي آلاف المبادرات مدة 3 دقائق، عملنا برزنتيشن فيديو مرتب ما يضيع وقتنا الله يعافيه. يعني أمس أنا واحد مرسل لي خرابيط لا يمكن تتحقق، ما يضيع وقتنا وشيء مفيد وشيء جديد. واحد بعد يقول لي والله خلينا نسوي فود تراك ولا نسوي، يعني شيء موجود، يعني وش جبت لي شيء جديد، شيء فعلا نستفيد فيه وفكرة جديدة. أهم 20 فكرة أنا بشوفها شخصية ونتبناها هنا في الترك. هذا المقطع دائما شروه للناس خلوهم يشوفوه. ولا يهمك، بس انا حبيت اني اشوفكم اليوم وانا سعيد جميل جدا. وطبعا لرسالة معالي المستشار تركي آل الشيخ، الهيئة العامة للترفيه تغرد عبر حسابها بإطلاق مبادرة أفكار الترفيه لاختيار أفضل 20 فكرة، ويعرض البريد الإلكتروني لاستقبال هذه الأفكار. هلا هلا بالأفكار الزينة. وإلى الهاشتاج الأكثر تداولاً اليوم بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، اليوم الوطني 49. كل عام والإمارات وشعبها أكيد بخير وأمن وأمان. ننتقل مشاهدينا إلى الإنستغرام مع فيديو متداول للفنانة العالمية سيلينا غوميز واللي تتصدر غلاف مجلة فوغ. إلى اليوتيوب مع فيديو من اليابان يكشف عن روبوت عملاق، خلنا نتابع.
يشبه جريندايزر. مشاهدينا اكيد فقراتنا ما زالت مستمره لليوم، ولا تنسون تتفاعلون معنا عبر هاشتاج البرنامج برنامج سيدتي. فاصل بعد مكملين. سلام يا كرام قلوبنا والدار، سلام الحب لأهل الحب والتقدير. سألت قلوبكم عن حبة المدرار، وش اللي في إمارات المحبة غير، وش اللي في إمارات المحبة غير. صوتك هن ضنك صوتك التعبير، لدار عيال زايد والقلوب الخير. نحب أرض الإمارات وأهاليها، وفيها نحس إن الدنيا لسه بخير. We love the free one who loves my UAE، فيها نحس إن الدنيا لسه بخير، فيها نحس إن الدنيا لسه بخير. من عيوني بصور صادق الإحساس، وأغني عن
الحب اللي ملا قلبه بحب الكون وهن الخير قبل الأرض في الإنسان مرض معراضهم والمعتقد واللون دروا إن التعايش بالشعوب يكون بحب اللي ملا قلبه بحب الكون وهن الخير قبل الأرض في الإنسان مرض معراضهم والمعتقد واللون سلام يا كرام سلام يا كرام عليكم يا هل العجا سلام مني عليكم يا هل العجا سلام مني عليكم يا هل العجا سلام Okay.
اكيد. لا بجد بس مشاهدينا زي ما شفتوا يعني محتفلين بمناسبة اليوم الوطني 49 للإمارات. أسرة برنامج سيدتي كالعادة تحتفي باليوم الوطني الإماراتي، وإحنا بدورنا دائما يعني جنبا إلى جنب مع الإمارات الشقيقة دائما وأبدا، وكل عام والإمارات حكومة وشعبا بألف خير. كل عام والشعب الإماراتي بألف خير، كل عام وهم بصحة وبأمن وأمان يا رب. كل عام وأنتم بخير يا رب. عيدكم عيدنا وفرحتكم أكيد فرحتنا اللي فرحنا، إحنا أهل وأصحاب وأخوان وأقارب طبعا، تضم أو تجمع ما بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية علاقة يعني منذ قديم الأزل، وإحنا أكيد لازم نحتفل اليوم زي ما أنتم بتحتفلوا، لأنه هو مو يومكم أنتم بس، هو كمان يومنا إحنا كمان. كل عام وأنتم بخير حكومة وشعبا، وعسى يا رب دايم كل لحظة تكون بأفضل حال. طبعا الآن اسمحوا لي نرحب بضيفنا، أول شيء يعطيكم العافية. الله يعافيك. وشكرا لتواجدكم معنا اليوم. هذا شيء من هذا شيء أقل واجب نسويه. يعني جدا جميل أستاذ نواف. طبعا فرقتكم اسمها العرب عرضة نجدية. لا، فرقة نجد للفنون الشعبية. فرقة نجد للفنون الشعبية. أوكي، يعني اسمها جدا جميل، لكن حابين بعد تحكينا أستاذ نواف عن بداية هذه الفرقة ومتى تأسست؟ تقريبا تأسست هي من عام 2003 تقريبا، يعني الحين تقريبا 17 سنة. ما شاء الله. ونفس الأشخاص؟ ونفس الأشخاص بالأغلبية، يعني أنت عارفة في يعني ناس تروح وناس تجي، ناس تعرفين المجموعة مجميع الأعداد أحيانا تكون كبيرة، يعني احيانا لازم يكون احيانا عددنا كبير، اضطر اني اجيب ناس يعني على اساس يغطون العدد. صح. في بعض الاحيان ولا الاشياء الاشخاص الرسميين اللي تقريبا يتعدون ما بين العشرين شخص، هذول ناس شخصيين يعني من زمان معي، من قبل الاجل يعني. من اول ما بدات الفرقه ما تغير. تقريبا ما تغيروا ما شاء الله، حياكم الله فعلا. الله يعني تربتونا وشيء جدا جميل ما شاء الله. نواف يعني 20 شخص انت قاعد تتكلم عنه، فاحس انه عدد كبير يعني، وانت قاعد تقول انه لا مو كثير. لا مو كثير، لان في احيانا اعداد توصل ل 300 في بعض احيانا العرض النجدية. الله. طبعا هذه هذه تصير ما يقدر كفرقه واحده تسويها، يعني لازم مجموعه فرق، اتحاد فرق، اتحاد فرق على اساس زي اللي بالجنادريه، زي اللي بالجنادريه، زي هذه. يعني الجنادريه هم مجمع مجموعات يعني يعتبرون اكيد. يعني احنا ممكن كمان نسوي منافسات بين الفرق اللي زي كذا عندنا في المملكه. اكيد اكيد. ايش رايك يعني كفكره ممكن يكون زي مبادره او مهرجان؟ اتمنى والله اتمنى ان في يعني في فرق يعني لها سنوات من زمان في الباع ومو توها جديده. في ناس قديمين مره، يعني تخيل ان وين طلعنا منه، يعني مثلا شلون تاسسنا، شلون جانا الشغف هذا حق العرض النجديه اللي هو كان في اجداد لنا كانوا يادون العرض النجدي وعرض الدراسه وراثه. حبينا الشيء وصار لنا شغف من يومنا صغار. يوم كبرنا ربينا على الشيء هذا، يعني تخيل الواحد كان يتعلم القرايه والكتابه، كان يتعلم نطق. لا مو شيء ضحك، عارف ايش انه حاجه حلوه، لانه هي في الاخير تقاليدنا عاداتنا يعتبر. للامانه يمكن نواف اول ما بدات انت دقيت طلعت كذا زميلتي اودي وقلت لها تخوف، يعني من جد صوتها له هيبه. صح. يعني كثر ما حجمها صغير بس ما شاء الله صوتها. لا اللي كانت مع نواف كبيره. هذا التخمير يعتبر، هذا التخمير، والثانيه الصغيره تصير الثالثه. هذه طول عمرها هي كانت ترمز طبعا للحرب، وكانت ترمز. ايوه هي المفروض يعني هي لما يصير النصر يصيرون يقضون ليلتهم بعد النصر بيوم يسوون العرض النجدية. الله. كانت ايام يعني من عهد الملكه عبد العزيز الله يرحمه، المؤسس الله يرحمه ويغفر له يا رب. طيب حكينا عن الفعاليات، يعني 17 سنه مو بقليل نواف، بعد انا متاكده انكم شاركتوا في فعاليات كثير في اشياء. لو بحسب لك الفعاليات قاعدين احنا نعلم بحسب لك الفعاليات، يعني اللي اول ما بدينا تقريبا اول خروجنا برا السعوديه كان تقريبا عام 2007. هذه كانت بدايه طلوعنا، صرنا عاد نروح نشارك في سفرات برا السعوديه، صرنا ينادونكم بالاسم. ينادونا مو بنادونا بالاسم، لا ينادونا كفرقه. يعني احيانا نشارك مع الفنون الشعبيه، واحيانا نفارك مع الوزاره، واحيانا نفارك لا بدعوات رسميه خاصه بالفرقه. الله. وكيف كانت هذه والله ممتازه جدا، تجربه جدا رائعه. وتشوف يعني قد يعني شاركتوا في مثلا خلينا نقول مثلا دول غير عربيه؟
إيه تقريبا. وكيف نعم. تشوف ردة فعل الناس؟ ودي أعرف شلون تشوفون مثلا أوروبا، ألمانيا، بولندا، كل هذه الأشياء كلها هذه رحنا لها. أنا أحس فجعتوهم لما فجعناهم شلون صدقيني والله العظيم، يعني كانوا لما يشوفون أشكالنا بالغترة وزي كذا يحسون أنهم شايفين شيء واو، يصورون طبعا اختلاف ثقافات. إيه اختلاف ثقافات وزي كذا يستمتعون، ولما يشوفون يقدرون يتفرجون، يعني هم مو بعارفين وش السالفة، لكن سبحان الله الفن، سبحان الله الفن دائما يعطي نظرة جميلة طبعا. يعني يمكن أحيانا هم مو فاهمين إنه إيش قاعدين نسوي، لكن كشكل وكمضمون وكذا طبعا أصلا ممتعة، كمان ممتعة فعلا للسمع للنظر. طب لحظة يعني على طاري السمع، أنت تقولي ممتعة للسمع، أبغاك تقولي لي جملة من اللي هم قالوها. في البداية إنه إحنا جايين نهني صح؟ لا يعني شوف لا لا لانه انا قالت لها تحت الهواء هذا اختبار يا هودي، لانه قلت لها انه انا اوقات ما افهم الكلام بالضبط، لكن اني احب مره اسمعها واشوفها، قلت لها والحين قاعده تختبرني. لا بس كان اول ما سمعت انه احنا جايين نهنيكم صح؟ طب مها انت ايش فهمتي من اول الكلام؟ والله بصراحه انا للامانه انا مره انا بس فهمت اهل العجه قريبه من الصوت، يعني مو باليوم أسس لا، لأنه دائما لما نسمع الأشياء اللي زي كذا ما نفهم الكلام، بس أنا ننبسط نستانس، فأبغى أعرف بعض المفردات إيش هي هذه أشياء. صدقيني هذه قديمة من أزل، يعني من أيام تأسيس الملك عبد العزيز، يعني يلا يل زي كذا، يعني فهمتني الأشياء هذه هي اللي يعني تعتبر للنصر، تعتبر بعد يحمسون الجيش لما أنهم رايحين بحرب. طب أعطينا شوي مفردات نواف. لا بالأدلي زابة يعني انت ما تبغى الاهداء عشان الناس ما تعرف، ولا انت ما تبغى تقولها لسبب؟ لا 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 مو مسألة كذا، بس انها شيء يعني معروف، بس انه ما عندي الاستعداد او الصوت اللي اقدر اقوله فيها، لان ما شاء الله لا اله الا الله انت سامع عشان طبقات الصوت حقتها، طبقات الصوت كانت عاليه وضخمه ما شاء الله لا اله الا الله، كان من غير هو يسمونه تلحين. ايه انا صح لا يعني بس نبغى الكلمات ايش هي. يقول يا الله يا اللي لا اله غيرك، الله يا ناصر جنده على غير على الاعداء على الاعداء. الله يا اختي كلامنا هو اقول شيء حرب، كلامنا فخم والله، كلامنا مره فخم كلام يعني صدق يعني هذا الكلام يتحمسك حتى لو انك ما انت برايح، يعني الواحد يتحمس ويجلس يسمع. طب نواف يعني ايش المستقبل لفرقتكم؟ ايش الاشياء اللي انتم حاطين لها هدف بلان؟ والله أن مع التطور الحين اللي قاعد يصير نطمح لأشياء كبيرة جدا، ويا رب أنها تتحقق. يعني نتمنى أن يكون في شيء اسمها يعني أكاديمية، أن نسمع الحين عن أكاديمية لكنها ما زالت لحد الحين مصغرة صغيرة، أن إيه أن نتمنى أنها تكون على مجال كبير، قد إن شاء عيالنا يعرفون الأشياء هذه. يعني لو الحين مثلا أنا عيالي أنا بعلمهم صح. طيب الأجيال الثانية واللي ما حد ما يعرف العرض النجدية وش أساسها، كيف يتعلمها؟ صادق هذا قال. يعني الواحد الحين في ناس عندهم هوس، يعني يدخلون على الانترنت ويقرون وزي كذا، الحمد لله يعني أنه أغلبهم هو ممكن يكونون بعدين يصيرون بروفيشنال. لا هو أغلبيتنا أن كلنا تربينا على شيء هذا، يعني طلعنا ونشفنا الشيبان يسوونها كبارنا في السن صح، حبيناها بعدين بدينا دخلنا في الشغف، صرنا خلاص يعني صار همنا هو يعني الفلكلور. يعني في الأزمة اللي راحت هذه الأيام اللي راحت جدا عانينا أن متعودين على أن نطلع نشوف الناس، حفلات مهرجانات سفريات زي كذا، أشياء مرة ممتعة وجميلة. لما أنك أنت تروح تمثلين وطنك هذا بحد ذاته شيء يفتخر فيه. والله الخوف تدري على مين؟ والله الخوف على الجيل ذا الجديد اللي مو داري عن اللي ما يدرون الله حاطه فيه، اما احنا يعني ها شوي لحقنا طيب على الاقل في عروسنا نشوفهم. الجيل هذا اولياء الامور هم المسؤولين عنهم يعني بالضبط، بس ما اعتقد انه يعني الصغار اللي توهم في اهتمام صح. بيقول لك يعني سوري بس ماما وش قاعد يقول؟ عرفتي؟ يعني حقيقي في يعني من أولياء الأمور إحنا نتكلم إنه شوف ثقافتك، مو بشرط تدخل بس شوف اسمع، ترى هذا اسمها عرضة نجدية، هذا اسمها يعني حتى اللبس جميل وتراثي فعلا، وكل الحين صاروا يبدعون في اللبس وصاروا
صارت المنافسات في اللبس في كل حاجة. ما هو عشان كذا نواف أنا اقترحت عليك في بداية كلامي معك إنه حلو لما تكون العرضة سواء كانت عرضة نجدية أو من أهل الحجاز أو يعني كل منطقة أكيد لها عرضة مختلفة في المملكة العربية السعودية ما شاء الله. بالضبط يعني المنطقة أو المملكة ذاخرة بمختلف الثقافات من منطقة لأخرى. فلما يكون في زي مهرجان مثلا شيء موحد يصير في منافسات بين العرضات إحنا كذا رح نوصل الأطفال أو الأجيال القادمة إنه هي تكبر على وجود هذه العرضات لأنه إحنا هنا زي ما ذكرت مها قليل ما تكون موجودة في الأعراس في المناسبات زي اليوم الوطن الإماراتي. نواف فعليا أشكر تواجدك معنا وتواجد الشباب يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. نورتونا وفعلا أمتعتونا في هذه الفقرة. شكرا. الله يعافيك. مشاهدينا هنطلع فاصل وأكيد مكملين معاكم من بعده. لا تنسوا مشاركتنا عبر الهاشتاج. منذ بداية أزمة كورونا ونحن دائما ما نسمع توجيهات وزارة الصحة بالتقيد بالإجراءات الصحية وارتداء الكمامة، ويمكن مع تكرار التوعية الناس تحتاج لأساليب مبتكرة عشان ترجع تلتفت وتسمع. وطبعا الوزارة ما قصرت وأطلقت حملة توعوية تفاعلية بعنوان عيونك تكفي. خلونا نتعرف على تفاصيلها عبر الهاتف مع أستاذة هيفا السهليم مدير مشاريع إدارة التوعية في وزارة الصحة. أهلا أستاذة هيفا. هلا فيك. هلا والله. أستاذة هيفا، أول شيء بداية إيش الفكرة من عيونك تكفي؟ إيش كانت الفكرة والهدف منها؟ والله الحملة هي انطلاقا وزارة الصحة من بداية الجائحة. كان عندنا الحملة التوعوية الكبرى لوقاية من فيروس كورونا. استمرت هذه الحملة تباعا بأكثر من أسلوب وأكثر من وسيلة، كلها تهدف لتوعية المجتمع بالسلوكيات الأساسية للوقاية من جائحة كورونا. وجدنا تجاوب رائع وإيجابي من المجتمع، كان تحمل المسؤولية جدا عالي، إلا أننا رصدنا بعض التقصير حاليا من بعض أفراد المجتمع. لذلك أردنا أن نحفز أكثر ونؤكد ونشدد
على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية. صح. حتى وإن كنا نشاهد انخفاض لأعداد الحالات الذي ما كان أن يكون إلا بسبب التطبيق العالي للاحترازات في الفترة السابقة من تباعد اجتماعي بوضع مسافة آمنة أو تعقيم يدين أو غسلها وعدم المصافحة ولبس الكمامة. من هنا انطلقت فكرة حملة عيونك تكفي للتأكيد على أهمية لبس الكمامة ولحمايتك، وأنها ما راح تكون عائق لحياتك اليومية بل ستكون سبب لحمايتك وحماية من حولك. يمكن فيديو الحملة أستاذة هيفا فعليا من الفيديوهات اللي احنا يمكن عشنا عليها، او نفس الحركة عيونك تكفي عشنا عليها تربينا عليها ودائما نستخدمها اصلا في حياتنا الخاصة الى الان. يعني كانت الفكرة فعلا مستوحاة من طبيعة علاقة المجتمع ببعضه، طبيعة علاقة الاب بابنائه، الام الصديقة بصديقتها. لكن عموما الحملات الاعلامية عادة تكون فيها منتجات توعوية. هذه المنتجات التوعوية ايش كانت في حملة عيونك تكفي؟ بالفعل احنا كان هدفنا ان الحملة تكون بسيطة وتكون قريبة من المجتمع. وصولها للمجتمع بهذه الطريقة وهذا الانتشار الكبير كان بسبب بساطتها، وان حرصنا ان تكون زي ما تفضلتي ان شيء احنا تعودنا عليه ونشأنا وربينا عليه. كانت البساطة ان المنتج عبارة عن صورة وعيونك تكفي. لو تلاحظون ما قلنا البس كمامتك، كان الهدف أن توصلك الرسالة بدون ما تكون ثقيلة عليك. صح. ويكون المجتمع شريك معانا بالتوعية بالمشاركة بالتذكير بلبس الكمامة والأهم بالالتزام بلبس الكمامة. أكيد أستاذة هيفا، لكن يعني الرسالة وصلت وفعلا يمكن وصلت ببساطتها، لأنها لو كانت معقدة كانت بتكون يعني كثير ناس ممكن تتدمر وتقول لك خلاص نصايح. لكن يمكن الشيء اللي يجهلونه الناس او اللي يمكن ناسينا خلينا نقول بالاصح، الفتره اللي عشناها كانت فتره صعبه يا جماعه الخير، صدق فتره يعني عشنا ما عمرنا عشنا كذا. فهي كلها كمامه، خلي بسيارتك شوي، خلي بشنطتك شوي، مش قضيه. والناس فعلا الان بالكمامات وللاسف الاحضان والسلام ويعني ولمس الوجه ولمس الكمامه، وش الفائده؟ فيعني مشكورين 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 صدق على هذه المبادره الرائعه. لكن كمان يعني حابين نعرف ردود فعل الناس كيف كانت وكيف شفتوها؟ والله كانت ردود فعل الناس جدا جيده. زي ما قلنا لكم البدايه ان الحمله تهدف ان المجتمع يكون شريك معنا، وهذا الهدف تحقق بتفاعل الناس معنا بالسوشيال ميديا يعني تناقلهم الصور بينهم بين بعض، وزي ما تفضلتي تعليقهم على الفيديو أنه لمس الأثر بشيء مروا فيه سابقا. صح. فكان تفاعل جدا كبير خاصة من كافة جميع أفراد المجتمع والجهات الحكومية ومن الأندية الرياضية، وكان الجميع على رسالة واحدة أن الكمامة لن تكون عائق عيونك تكفي. نعم. يعطيكم العافية للأمانة، شيء جدا عظيم. أستاذة هيفا السهلي مدير مشاريع بإدارة التوعية في وزارة الصحة، شكرا لك وشكرا لهذه المداخلة. مشاهدينا لا تنسون تتفاعلون معنا عبر هاشتاغ البرنامج برنامج سيدتي. فاصل من بعد مكملين. We'll be right back.
دشنت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الدليل الإرشادي لتشخيص وعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المملكة العربية السعودية لرعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق ربيع. وكما عودتكم كاميرا سيدتي أنها تنقل لكم الحدث أول بأول. خلينا مشاهدينا نتابع سوا هذا التقرير مع زميلتنا عزة شملاني ورد إليكم. أنا سعيد أني موجود اليوم في حفل تدشين الدليل الموحد. هذا دليل نتيجة جهد متواصل لأكثر من 3 سنوات من فريق كبير من أفضل المتخصصين في كل التخصصات الصحية المتعلقة بهذا الاضطراب اللي هو من أكثر الاضطرابات انتشاراً في المجتمع خاصة بين فئة الأطفال والمراهقين. أنا تشخصت مؤخرا تقريبا من 3 شهور وفي عمر 25 ويعتبر عمر متأخر، لكن الحمد لله بجهود الجمعية وبرامج الدعم والتوجيه وأيضا بالقراءة والاطلاع الحمد لله استطعت التغلب بشكل جيد على كثير من التحديات، وتقدم الشكر لمرة أخرى لإشراق على جهودها في برنامج آزر والبرامج الأخرى في التوجيه والدعم. أحب أتوجه بالشكر والتقدير لإدارة الجمعية إشراق وسمو الأميرة وجميع الفريق العلمي اللي بفضل الله يعني تمكنا من يعني الانتهاء من ونشر الدليل الإرشادي للسريع المبني على البراهين الأول، يعني الدليل الإرشادي الوطني الأول لتشخيص وعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المملكة العربية السعودية. ده يعتبر أول دليل إرشادي على مستوى المملكة يتم إعداده بأحدث الطرق الطب المبني على البراهين، وتم تغطية جميع المراحل العمرية في علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه سواء الأطفال أو البالغين. أيضا أحب أن أؤكد وأرسل رسالة لجميع المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه بشعار التوعية لفرط الحركة وتشتت الانتباه لهذا السنة في شهر أكتوبر، وهو التوعية هي بداية الحل. والحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا يسعدنا أن تنضم لنا في الاستوديو الدكتورة هديل الدغش، بروفيسور مساعد واستشاري الصيدلة الإكلينيكية وأيضا مدرب حياة تنفيذي. أهلا وسهلا فيك دكتورة هديل. يا أهلا وسهلا سعادة، نورتينا. بداية الكلمين دكتورة عن تدشين الدليل الموحد الإلكتروني وإيش الهدف من تدشين التدشين؟ جت عملية تتويج لجهود متتالية لمدة 3 سنوات من مختلف القطاعات، يعني كإحنا في معنا وزارة الصحة، في اللجنة الطبية النفسية، في اضطرابات النمو والسلوك، الجمعية طبعا تترأس الموضوع هذا برعاية
سمو الأميرة نوف بنت محمد جزاها الله خير هي وجميع أعضاء الجمعية. جميل. إحنا كنا في اللجنة العلمية، تدشين الدليل هذا رح يوفر منصة accessible easy، يعني الناس تدخلها سهلة الاستخدام، سهلة الاستخدام بالنسبة للهيلث كير براكتيشنرز، كل الممارسين الصحيين. نعم. أنت عارف الآن في زمننا هذا كثرة مصادر المعلومات، وما عاد تعرف إيش اللي فيه منها معتمد موثق مراجع. الدليل هذا يمثل زي ما قلت لك تتويج تاج جهود 3 سنوات من فريق عمل يعني متنوع الخبرات، بحيث انه يحطوا يعني بشكل سهل الوصول له للممارسين الصحيين. يعطيكم العافيه دكتوره. يعني قد ايش بيساهم هذا الدليل الموحد اكيد في تشخيص وحصول المستهدف على انواع العلاج؟ احنا في عندنا تحدي كبير بالمملكه، ويمكن هو على مستوى العالم، لكن المملكه كجزء من العالم، انه الاضطراب ADHD اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه is under diagnosed، يعني ما هو مشخص بشكل كافي. اغلب الحالات تؤول انه مثلا طفل شقي حركته كثيره، لا بس هو نوتي شويه. احنا دائما لما نواجه المشاكل بالاخص الاباء والامهات ننكر ما نبغى نقول ان انا ولدي في عنده مشكله، وحتكون مشكله يعني اضطراب عصبي او اضطراب سلوكي، فاحنا نقول انه هو هذا الطفل. واحيانا الامهات او الاباء في سبيل ان هم ما يواجهوا الوصمه حقه التشخيص هذا يتحمل ويتحمل كثير، لكن بيحصل فيه كثير من التنشن. وجود الدليل المعتمد المراجع بيوفر لهم أداة موحدة، يعني أنا بدل ما أروح أرجع المصادر كثيرة، والآن الساينتفك ليجاسي التراث العلمي والليترتشر زي ما قلت لكم فيها أشياء كثيرة، لكن هذا شيء مراجع ومعتمد، يعني هو معتمد من المجلس الصحي السعودي. طبعا احنا قبل لا نبتدي بداية أخذنا موافقة الوزارة، اللجنة الطبية النفسية قامت معنا بالمراجعة بعد ما احنا أنهينا الدليل الجمعية الصيدلية السعودية، كل يعني all the flags have been there، بحيث انها تراجع الدليل وتطلعه معتمد موثق، بحيث انهم يلجؤوا له وهم بثقه. صح. نعم. وشيء موحد، يعني بدل ما انا يعني اروح ادور في الجايد لاينز الكثير. طيب دكتوره هدير، الى اي مدى راح يسهم في انه يشخص حاله الطفل وانها تساعد اهله بسرعه انه يكتشفون العلاج له؟ طبعا هو حيسهم بشكل كبير، زيادة الوعي أصلا، عملية التدشين، وجودي معاكم هنا مشكورين في الاستوديو هذا، هو جزء من التوعية لمجتمعنا الحبيب إنه في اضطراب، والاضطراب هذا ممكن علاجه بمنتهى السهولة. السايد افكتس اللي متخوفين عنها يمكن هنتكلم عنها بعد شوية، لكن اعتقد انه هو حيعطي اسهام كبير. احنا بنقول انه الحالات اللي عندنا ما بين 2.7 الى 13%، ويمكن هو هذا اكثر الامراض شيوعا في اضطراب شيوعا في فئه الاطفال والمراهقين. نعم. التوعية المعرفة حتساعد كثير في تحسين واكتشاف الحالات اللي هي لم يتم تشخيصها واللي أولت بطريقة يعني مش صحيحة. كنا لسه صحيح، يعني يمكن دكتورة هديل كان في كثير من الأمراض للأمانة والاضطرابات أيضا أولت هي للأسف ولم تتم تشخيصها، يتم تشخيصها بدقة لأنه ما كانت هناك المعلومات خلينا نقول الكافية. لكن كما ذكرتي بالنسبة للدليل تم اعتماده من قبل المجلس السعودي، المجلس الصحي السعودي، تم مراجعته من قبل الجمعية الصيدلية السعودية. جميل. طب ايش ممكن من كذا جهة، وهذا شيء مهم جدا. طب ايش ممكن اذا تم اعتماده معناته انه هو خلاص احنا واصلين لمرحلة انه احنا عارفين كافة خلينا نقول الجوانب بما يختص بهذا الاضطراب او بهذه الاضطرابات بشكل عام، لكن ايش ممكن يقدم من خدمات الاعلام للممارسين الصحيين؟ طبعا الدليل هذا دليل يعني هو شيء وحاجه كبيره قد كده، حاجه كبيره قد كده، يعني كل ما تحتاجيه جميع المعلومات. نعم.
بداية من تعريف الاضطراب هذا إيش هو؟ يعني هل هو فعلا مجرد حركة زائدة للطفل، عدم انتباه؟ الأطفال هذول يعني اللي بستعطوني دقيقة أتكلم عنهم، they are really suffering. أنتوا عارفين يعني في المجتمع، في المدارس، الأطفال هذول أقل شيء يوصفوا بأنه كذاب نصاب، لأنه ما بينتبه. يعني مثلا المدرسة بتيجي تقول له والله أنت في عندك واجب، هو ما ينتبه. هي هذه المشكلة، إنه هو ما ينتبه. يرجع البيت، عندك واجب؟ أنا ما عندي واجب. يروح ثاني يوم، ليه؟ أنا قلت أنت ما سمعت. كيف هذا؟ طيب يوم عن ثاني كيف ممكن أعرف طفلي أنه هو مصاب بهذا الشيء وأنه هو دلع؟ يعني أنه هو يكون مثلا، كيف تفرق؟ كيف أفرق إذا هو مثلا بس ما يبي يقول انه عنده واجب، او ممكن يكون صدق هو داخل هذا الاضطراب مره واثنين وثلاثه بحيث انها تسوي لك تعطيل؟ احنا دائما في اي اضطراب نفسي نقول المعيار عندنا ديماركيشن، لما يكون في تعطيل. الطفل هذا مفروض انه هو في عنده تحصيل اكاديمي، لما يكون في تعطيل في التحصيل الاكاديمي this means that there is a disorder او اضطراب. لما يكون في عندي انا مشكله في التعامل مع البيت مع الطفل هذا، في خلل، في توقف، في هذا معنى كذا انه there is disorder او اضطراب. لما يكون في نقاش ما بين المدرسه والاهل، اي تعطيل لوظيفه يقوم فيها سواء كان بالغ، لانه الـ ADHD ممكن يستمر الى الكبر، الى البلوغ، صح. اي تعطيل لوظيفه مفروض انه هو يقوم فيها سواء كانت اكاديميه، اجتماعيه، بعلاقاته باخوانه. الاطفال هذول هو ما يعني they cannot retain any information. بس وتحصلي دائما he's on the go. الاولاد اكثر في عندهم فرط الحركه، والبنات اكثر الانتنشن اللي هو عدم الانتباه او قله الانتباه والتيقظ. فتحصلي on the go ما يقدر يجلس. المدرسه مثلا تسال سؤال، صحيح. قبل لا تكمل لا يرفع يده، تحصلي هو وقف وجاوب. فيعني حتى كمان الانضباط نتيجة فرط الحركة وعدم الانتباه، حصل ما في انضباط. ما هذه مش بس الله. والله مجرد حركة، صحيح. أو مجرد شقاوة، there is something beyond this. صح. وهي اللي بتسوي التعطيل في التحصيل. إن شاء الله نتمنى أن الأمهات يكونون عندهم الوعي، مو تقول أنه أكل سكر اليوم عنده فرط حركة زايد، لا تعطونه مدري إيش عن فرط الحركة. كل الأيام بيكون يعني هو دائماً وليس أيام معينة وليس فترات. نعم أكيد. يعطيك العافية دكتورة عدير، وشكرا لتواجدك معنا. نورتين. العفو. يا هلا وسهلا. فاصل ونرجع لكم.
ترشحت الدكتورة دلال مخلد الحربي للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب لفرع التنمية وبناء الدولة لدورتها 15 لعام 2020 و2021 عبر كتابها الأحدث صورة المرأة في رحلات الغربيين إلى وسط الجزيرة العربية منذ مطلع القرن 19 إلى منتصف القرن 20. لمعرفة التفاصيل والمزيد أكيد يسعدنا انضمام البروفيسور دلال معنا اليوم عبر هذه الفقرة أكيد عبر زوم. يا أهلا وسهلا فيك دكتورة دلال الحربي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة. بداية دكتورة خلينا طبعا بما أن اليوم يصادف ذكرى اليوم الوطني للإمارات، إيش كلمتك اللي حابة توجهينها؟ أسمى يعني آيات التهاني والتبريكات لشعب الإمارات بعيدها الوطني 49. كل الأمان الطيبة لشعب الإمارات حكومة وقيادة وأهلا وكل من يسكن في الإمارات يستذكرون أكيد في هذا اليوم كل معاني الوحدة والاتحاد وكل المعاناة التي قطعها أهالي الإمارات على أنفسهم في الوصول إلى اتحادهم الجميل الذي نتمنى له الدوام والاستمرارية والرخاء ومستقبل إن شاء الله واعد للإمارات على طول الزمن بإذن الله. نعم جميل. نعم دكتورة دلال يعني احنا سعيدين جدا باستضافتك معنا وتواجدك معنا اليوم فعلا فخر لنا وفخر لكل امرأة سعودية. لو تسمحي لي انا حابة كمان ابارك لك هذا الترشيح بهذه الجائزة، فعلا فخر لنا زي ما قلت لك. اثبت الان وجود المرأة خلينا نقول في كل مكان وفي كل مجال، وانها بتحاول تتمكن في كل مكان في العالم بكل قدراتها وبالشيء خصوصا اللي هي شغوفة فيه وحبته. يعني خلينا نتكلم عن الكتاب هذا تحديدا، قد إيش أنت حبيتي أو حبيتي توضحي تتكلمي عن هذا الموضوع بالتحديد للعالم، خاصة الآن في زمن أو خلينا نقول في عصر الكل أصبح يقرأ إلكترونيا. طبعا هو الكتاب جاءت تحت عنوان صورة المرأة في رحلات الغربيين، وواضح محتوى الكتاب من عنوانه أنه يركز على الصور التي نقلها الرحالة الذين وصلوا إلى وسط الجزيرة العربية طبعا تحديدا، وهذه هي حدود الكتاب المكانية. مؤكد أنه كما تفضلتي أنه الكتاب على الأقل هو تاريخيا ينقل شيء من صورة المرأة السعودية في هذه المنطقة. إذا تسمحوا لي نعطي فكرة موجزة عن الكتاب. والكتاب في البدء لابد أن نوه أنه ناشر ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وبهذه المناسبة يعني أنا أمتاز هذه المناسبة حقيقة لشكر المركز على النشر وأيضا على ترشيح الكتاب لجائزة الشيخ زايد. نعم. وأنا أعتبر وصولي إلى القائمة الطويلة هو تكريم حقيقة، لأنه نعرف أنه لا يصل أي كتاب من القائمة الطويلة إلا بعد مرحلة فرز لعدد كبير من الكتب التي تقدمت لي الجائزة. نعم. الكتاب هو عبارة عن أربعة فصول. الفصل الأول عن نجد الرحالون، وتحت هذا الفصل هناك موضوعات. طيب دكتورة دلال خليني أسألك، إيش هي أهم الموضوعات اللي دورتيها في الكتاب؟ نعم أنا كنت أتكلم من منطلق محتويات الكتاب، فأستكمل ما بدأته أنه الفصل الأول عن نجد والرحالون، الفصل الثاني هو عن الأوضاع العامة للمرأة
ويشمل هذا الفصل أو تحت عنوان هذا الفصل النقاط الآتية: السكن والتفاعل العائلي والاجتماعي، أعمال المرأة في الغزو والحروب. أما الفصل الثالث فهو يتحدث عن العادات والتقاليد، وتحت هذا الفصل ناقشت الموضوعات التالية: الزواج، تعدد الزوجات، المظهر العام والملابس والزينة. الفصل الرابع هو خاص بالصورة وتعميق التصور، وفيه وضعت صور للبدويات والحضاريات والفضاء العام. طبعا هذه الفصل الرابع ويمكن هو الإضافة التي ما شاء الله يعني دكتورة دلال اعتمد على الصور التي التقطها الرحالة بأنفسهم، سواء من عن طريق سواء التصوير الفوتوغرافي أو حتى الرسم باليد لمن لم يستطع أن يظهر كاميرته. جميل دكتورة دلال، يعني ما شاء الله زي ما شفنا الكتاب واسع وشامل ويشمل كثير من الأمور اللي أنت زي ما أنت ذكرتيها وقسمتيها، يعني خصوصا فصل العادات والتقاليد صراحة حابة أني أنا أتكلم معاك فيه أكثر من كذا، ولكن هو عبارة عن مجلد اللي وضح معايا أنه هو عبارة عن مجلد كبير يتكلم عن المرأة خلال أو نقول في بداية مطلع القرن 19 إلى منتصف القرن 20. يعطيك ألف عافية، وفعلا كتاب خلينا نقول يحوز وبجدارة على هذه الجائزة. كل التوفيق لك، نورتين دكتورة دلال. مشاهدين هطلع فاصل وأكيد مكملين معاكم، لا تنسوا مشاركتنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي. تزامنا مع تخرجها كطالبة علوم سياسية وعلاقات دولية، تسلمت رانيا عيد ميدالية الشرف الفخرية من عميدة كلية الطلاب الفخريين للأبحاث، كونها طالبة شرف في التخصص عن بحثها المستقل، والآن رئيسة النادي السعودي بجامعة وسط فلوريدا وعضو لجنة القيادة الدولية بالجامعة لوضع خطط استراتيجية لجميع التعاونات الدولية بالجامعة. أهلا بك معنا عبر زوم أستاذة رانيا عيد. أهلا بكم، شكرا للاستضافة. أهلا رانيا. لو تعرفين شوية نبذة تعطينا عن مجالك وتخصصك. تخصصي هو العلوم السياسية، العلاقات الدولية، مسار العلاقات الدولية، مع تخصص ثانوي في المخابرات والأمن الوطني ووثيقة الدبلوماسية. يا ساتر يا ساتر ما شاء الله. يعني بصراحة مجرد ما نسمع اسم التخصص نحس بصراحة بحاجة كده كبيرة جدا، انه فعليا يعني يعطيك العافية. وكمان اللي سمعناه انه انت متخرجة من الكلية الفخرية للأبحاث عن بحث مستقل الأسبوع الماضي. كلميني أكثر عن هذا الإنجاز. شوفي، هذا الإنجاز أقرب إنجاز على قلبي صراحة. في فترة الابتعاث كلها وغربة 6 سنين يعني بعيدة عن السعودية، مو لسبب واحد بل لعدة أسباب بصراحة. أولها حبي للباحثين وشغفي بالأبحاث من بداية فترة الجامعة، لكن كون أني كنت طالبة بكالوريوس لسه صعب أبداً أني أبدأ بحثي المستقل لحالي. وهنا جاء دور كلية الطلاب الفخريين للأبحاث بجامعة وسط فلوريدا. كلية الطلاب الفخريين هذه تضم فقط الطلاب الباحثين والمتميزين في تخصصاتهم، وتسميهم طبعاً طلاب الشرف في التخصص، لأن البحوثات اللي الطلاب بيعملوها كلها مستقلة بإشراف أهم الدكاترة في الجامعة. يعني ما هي بحث مطلوب أو تخرج، إنما اختياري وفخري للطلاب. ومعايير الانضمام لهذه الكلية يعني عشان الطالب يكون اللجنة ويبدأ البحث تعتبر صعبة إلى حد ما. عن إيش كتبتي منها طبعا؟ نعم، عن إيش كتبتي البحث؟ بحثي ناقش يعني حل الخطابات السياسية حقت مكافحة الإرهاب بين قادة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أهم استنتاجات البحث من المملكة العربية السعودية تكافح الإرهاب داخليا وخارجيا بدون أي تناقض. وترشح البحث من أكثر البحوثات المتميزة على الجامعة، وتم نشره في مكتبة الجامعة. روعة، ما شاء الله عليك رانيا، يعني كلنا فخر في بناتنا دائما ما يرفعون رؤوسنا ودائما ما يكونون قياديات بالفطرة خلينا نقول. لكن رانيا كمان كنتي عضو في مجلس الشيوخ أو السناتور، فكنتي نائب رئيس لجنة تمويل الطلبة في عام 2018 وعام 2019. علمينا أو حكينا شوي عن أبرز مهامك هذه الفترة.
عضوية مجلس الشيوخ من أهم المناصب اللي ممكن يمسكها الطالب في الجامعات الأمريكية. نعم. وتيجي طبعاً بانتخابات بين الطلاب، والحمد لله فزت بالانتخابات كسنتور بثالث أكبر عدد أصوات على مستوى الجامعة. إحنا بنتكلم على أكبر جامعة في أمريكا من حيث عدد الطلاب. مجلس الشيوخ مهم لأنه حرفياً نص قوانين الجامعة وبغيرها. مهامي كطالبة سعودية يعني في المجلس ما تختلف عن الطلاب الأمريكان، لأنه أي سيناتور يمتلك نفس الصلاحيات، لكن كنائب رئيس لجنة تمويل الطلبة وترأست اللجنة تقريباً لمدة 5 شهور، مهامنا كانت تقريباً نعقد مقابلات مع الطلاب على مدار الأسبوع اللي يبغوا يروحوا مؤتمرات علمية وما شابه من تمويل الأكاديمي. ومدة المجلس يعني كل أسبوع بدون مبالغة من 6 المغرب أحياناً يستمر إلى 2 الليل بدون توقف، مناظرات ومناقشات على القوانين ومشاكل الطلاب. لكن يعني اسمحوا لي في شيء بسيط لاحظته كسعودية يعني هناك، انه على قد ما كنا تقريبا في المجلس او في اللجنة يعني شبه اسبوعيا نستقبل كل الطلاب من مختلف الثقافات من مختلف الجنسيات مو بس الامريكان، عمري ما شفت سعودي او سعودية مع انه عددهم جدا جيد في الجامعة يجوا يطلبوا تمويل او دعم من مجلس الشيوخ او ما شابه. لذلك اسمحوا لي اوجه دعوة لهنا لكل المبتعثين يستفيدوا من موارد الجامعات برا، يحضروا مؤتمرات ويختلطوا اكثر اكاديميا او في الثقافة. ما كانوا يجوا عشان هم ما كانوا يعرفوا ولا ما كانوا يجوا مثلا لاسباب شخصية؟ والله الاثنين، كان بعضهم لما كنا يعني نتكلم معاهم كانوا يقولوا انه فعلا ما كان يعني عندهم علم بالموارد اللي في الجامعة، وبعضهم كان عندهم علم لكن تخوف يقول لك طب يعني هل هم حيمولوني انا السعودي ويبدوني على الامريكان او شيء كذا، بس هو ما في تفرقة يعني التمويل للكل. طيب رانيا، كونك الرئيس التنفيذي لمبادرة طلابية كان عنوانها الابتعاث رحلة التغيير، ايش الهدف كان منها؟ باختصار شديد، رحلة التغيير مبادرة طلابية بدأت من مبتعثين في بريطانيا وانتقلت لعدة دول بعدها، هدفها نشر الوعي بين الطلاب المبتعثين بأهمية الابتعاث والاستفادة من الانخراط الثقافي بالخارج بأفضل صورة لإعادته للوطن وتنميته بما يوافق رؤية سيدي سمو ولي العهد 2030. طب كلمينا أكثر عن قيمة المبادرة الطلابية هذه. قيمة المبادرات يعني بشكل عام لا تقل أهمية عن أهمية الابتعاث نفسها من وجهة نظري. المبادرات الطلابية والانخراط في الثقافات يعكس صورة للوطن يعني بل يجعل المجتمع الغربي حتى أحيانا يشوفك أحسن منهم، وهذا موقف أتكرر معايا يعني كثير من زملائي الأجانب يشيدوا باهتمام الحكومة وشعبها وحرفيا يقولوا نتمنى لو إحنا سعوديين. كثير من المبادرات اللي سويتها مع زملائي المبتعثين السابق سابت أثر يعني عمرنا ما رح ننساه، وما أظن إنه الأجانب رح ينسوه كمان. تعزيز القيم الثقافية للمملكة رانيا في الخارج بشكل عام، كيف ممكن تصورينها لنا؟ تعزيز القيمة الثقافية يأتي من الطلاب نفسهم بطريقة تمثيلهم لبلدهم. نعم. اعتزازهم بثقافتهم، إنه فعلا يكون عندك الجرأة والمبادرة إنه أنت تعرف زملائك الأجانب عن السعودية، توريهم صور فيديوهات لبلدنا، حتى تدوقهم أكلنا. مهم جدا تكلمهم عن الحضارة التقدم عندنا، فعلا يظهر إحنا قد إيش نحب ومعتزين جدا بقيادتنا الرشيدة حفظها الله. بدل ما الطالب يروح فقط وهو يكسب ثقافة جديدة، لا، يترك هو كمان أثر لثقافة بلده ما يتنسى، أثر ما يتنسى حتى لمن يترك هو بلد الابتعاث. أكيد، وإحنا كلنا فخر بطلابنا وطالباتنا وكلنا ثقة أنهم راح يتركون بصمة وصورة جميلة تعكس هذا الشعب وهذا الوطن الغالي. رانيا عيد، عضو لجنة القيادة الدولية بجامعة فلوريدا لوضع الخطط الاستراتيجية لجميع التعاونات الدولية، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا اليوم. مشاهدينا فاصل ومن بعد مكملين معكم. والتقدير سألت قلوبكم عن حبة المدرار، وش اللي في إمارات المحبة غير
في إمارات المحبة غير. صوتك هالنغم وصوتك التعبير لدار عيال زايد والقلوب الخير. نحب أرض الإمارات وأهاليها وفيها نحس إن الدنيا لسه بخير. We love the free one who loves my UAE. صادق الاحساس وغني عن مشاعركم يا اغلى الناس. لقيت انت الامان بعد القادتنا عرفت انت السلام بطيب امتنا. وانت شفت تحب الناس والطيب وانت في بلادك شفت رايتنا. لقيت انت الامان بعد القادتنا عرفت سلام.
مو بغريب أكيد على مملكتنا الغالية تصدرها في جميع المبادرات وجميع الوقفات، ودائما تكون في السراء والضراء مع جميع الناس وجميع الشعوب أكيد، فما بالكم بشقيقتها وجارتها الإمارات. أكيد في المملكة تطلق شعار معا أبدا، معا في السراء والضراء، معا في الحرب والسلم، معا لنهضة وبناء وتطوير الوطن والعالم، معا لنشر السلام. كل عام والإمارات بخير وشعبها بخير أكيد. طبعا نهني دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبا باليوم الوطني 49، أدام الله عليكم الأمن والأمان. وإحنا مشاهدينا أكيد من برنامج سيدتي، بما أنه احتفلنا طول هذه الحلقة أكيد هيسعدنا أنه إحنا نختم باحتفالنا بهذه الدولة الشقيقة في يومها 49 مع الفرقة الشعبية فرقة نجد. تفضل. يا الله يا اللي نرتجي مدى، يا الله يا اللي نرتجي مدى، يا الله يا اللي نرتجي مدى.